مساء الخير. نشكر رب من عمق القلب من أجل وجودنا معا في هذه الفرصة لكي ما نعبد الرب ونسبح الرب معا من قلب طاهر وبشدة، من قلب خلقه الرب، صنعه الرب وجعله قلب جديد. نصلي في هذه الليلة لكي ما يعمل الرب في قلوبنا عمل عجيب، عمل مبارك. نشكر رب من أجل حضوركم في هذه العشية، في هذه الأمسية المباركة. نشكر رب من عمق القلب من أجل قناة الكرمة التي تنقل هذا الحدث المبارك وهذه الاجتماعات المباركة على الهواء مباشرة لكل الناطقين باللغة العربية. نشكر رب كمان مرة من أجل قناة الكرمة، ونشكر رب من أجل الأخ سامويل استفانوس. الرب يباركه ويستخدمه ويستخدم قناة الكرمة لمجد اسمه. دايما بقول قنوات الفضائية قناة الكرمة دايما بتنزل على الناس بالأخبار السارة من السقف تصل إلى البيوت، ونحن نصلي لكي ما تصل كلمة الله إلى كل المسكونة ليسمع ويصغي كل إنسان لكلمة الرب في كل مكان. دعونا في دقيقة واحدة نحن رؤوسنا في صلاة. قل له يا رب تكلم يا رب، لأن عبيدك سامعين. تكلم يا رب، إلمس قلوبنا وإلمس حياتنا يا رب. نصلي من أجل القس رائف عزب المتكلم في هذه العشية، نصلي من أجل فريق الترنيم هوب تيم، نصلي لكي ما يعطينا الرب ليلة مباركة فيها نخدمه من عمق القلب يا رب. يا رب نصلي يا رب ونشكرك يا رب. يا رب نضع هذه العشية بين يديك في اسم ربنا مخلصنا يسوع المسيح، نصلي ولك كل المجد آمين. قبل ما نترك الفرصة للهوب تيم، أقرأ بس مزمور رقم 100، وأحب مزمور رقم 100 جدا جدا جدا. تقول كلمات هذا المزمور المبارك: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا. كمان مرة: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. بس كلمة قصيرة عن العبادة قرأتها في مجلة، تقول هذه الكلمات: العبادة هي إيقاظ الضمير بقداسة الله، العبادة هي إشباع الفكر بحق الله، العبادة هي تنقية الخيال بجمال الله، العبادة هي شحن القلب بمحبة الله، العبادة هي تكريس الإرادة لقصد الله. بسرعة كمان مرة: العبادة هي إيقاظ الضمير بقداسة الله، قدوس. العبادة هي إشباع الفكر، هذا الفكر يحتاج إلى الحق الإلهي، تعرفون الحق والحق يحرركم. العبادة هي تنقية الخيال بجمال الله، العبادة هي شحن القلب بمحبة القادر على كل شيء بالآب المحب، العبادة هي تكريس الإرادة، تكريس القلب لقصد الله. نصلي من أجلكم، الرب يستخدمكم ويبارككم وتكونوا سبب بركة لنا النهاردة. الرب يبارككم، آمين.
تصنع خيرا يا رب. خذني إلى قلب قربك عشان أسمع صوتك يا رب. لكن يا رب أنا جاي أنا وإخواتي يا رب، وجاي قدام عرشك بقول لك أنا محتاج لمسة روحك يا رب، أنا محتاج شفائك، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أركع قدام عرشك أقول لك تعال وسود علي وعلى قلبي، تعال وسود على بيتي وعلى مراتي وعلى أولادي، تعال وسود على كنايسنا، تعال ودينا روح نصح، تعالى ادينا روح قوة، تعالى بسلطان يسوع الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا. يا رب احنا جايين كشعب بنقول لك انا محتاج لمسة روحك يا رب، انا جاي ضعيف غيرني، انا جاي حزين فرحني، انا جاي يا رب ضعيف وتعبان وفاشل بس فرحي فيك وشفائي فيك ونصرتي فيك يا رب. انت كنت الرابع في اتون النار، وانت كنت في جب الاسود، وانت كنت في الحوت. انا بدعوك تقف معايا النهارده، حط ايديك على قلبك، حط ايديك على قلبك، وكل نبضه من قلبك بتقول يسوع يسوع انا جاي لك النهارده، انا جاي لك النهارده تلمسني بقوه، أنا جاي أكون نهضة في حياة أخواتي، أنا جاي أرفع اسمك، أنا جاي ضعيف وقوتي من عندك.
لمسة روحك تغيرني. أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. ريت لو نقف مع بعض ونرنم مع بعض الترنيمة دي ونعلم كده إنه ليك كل المجد يا فدينا. هاليلويا. ليك المجد يا فدينا اتجسدت وجتلينا نورك نور أراضينا يا دليل. تفضلوا ارتاحوا. بشكر الرب من اجلكم فعلا، يعني انتوا فريق مبارك جدا. الرب يبارككم ويستخدمكم وتكونوا دايما سبب بركه. دايما اقول ربنا كده بيدي هدايا مباركه للكنيسه، مظبوط؟ هدايا مباركه جدا. من ضمن الهدايا اللي ربنا نزلها على كنيسه المسيح العربيه في العالم اجمع بكل صدق، وربنا حب يبارك بيها الكنيسه، الأخت منال سمير. ربنا ادها مسحة وبركة وقوة وسلطان
وكلمة وترنيم وتسبيح. مش بنمجد إنسان، لكن بنمجد الإله العامل في الإنسان. ربي يباركك أختي منال، وتكوني دايما سبب بركة في كل مكان. تفضلي. أتصبب عرقا. أهلا بكم وبينا، صح؟ عايزين نشكر الفريق الحلو دوت، هوب تيم. هللويا. كلمة ما بتترجمش، بتتقال بكل اللغات نفس الكلمة. هللويا هللويا. في ترنيمة قديمة يمكن نعرفها من زمان بس بتقول هللويا. تيجوا نقف ونقولها للرب. عايزين الرب ياخد أفكارنا ومشاعرنا وعنينا. عارفين لو احنا مركزين فيه وشايفينه مش هناخد بالنا مين جاي ومين رايح ومين ماسك حاجة ومين ماشي هنا. مش هناخد بالنا، لأن الرب هياخد كل انتباهنا. مدام السيد في مجلسه أفاح ناردين رائحته. هنشم الريحة دي لنادي الناردين هيفوح في المكان، لأن السيد والملك في مجلسه. مالي مكانه، مالي عينينا ومالي قلوبنا، وعالي عالي في أعيننا. ليس مثلك يا رب. هاليلويا 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 هاليلويا. لك المجد تسجد وحاجة يعني حاجة كبيرة جدا جدا جدا. والرب نفسه يبني هذا العرش بيننا وفي وسطنا. نفسه قوي يأتي ليمكث هنا في وسطينا. وده كتير علينا بس هو راضي. يسوع يتوجك
منك وبيقرب منك ويلبسك هذا الرداء ويشيل ثوب النوح ويحط رداء التسبيح. هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له بحبك، ولا هتقول له ماليش غيرك، ولا هتقول له انت الالف والياء، ولا هتقول له انا ما استاهلش انك تجيلي انا مخصوص علشان تلبسني الرداء ده؟ مش عايزين نمسك في ثوب النوح، عايزين نخلص منه. امين. عايزين السقف اللي فوق راسنا اللي فاكرين انه محكوم علينا نفضل تحت السقف ده يتفتح، يتفتح ويجي النور والمطر على حياتنا. إلهنا غير محدود، إلهنا غير محدود، ويقدر يعمل حاجات فوق جدا عقل البشر، بس نفتح قلبنا ليه. يسوع هو بيتمشى بينا ويلبسنا الرداء ده، عايز يسمعنا بنقول له كلام، عايزنا نرد عليه، عايزنا نقول له اللي جوانا. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. نحبك يا من أحببتنا أولا، يلي ضحيت بنفسك وأخليت نفسك من أجلنا. أشكرك لأن عندك الفرح وعندك السلام وعندك السندة وعندك الفرج وعندك الشفاء والتحرير والغفران وعندك النور وعندك طيبة القلب وعندك الاحتواء وعندك الاحتمال وعندك الصبر وعندك الحنان وطول الروح وطول الأناة، عندك الأمل وعندك الرجاء وعندك كل حاجة أنا محتاجاها فيك مش في حد تاني. أستناك لغاية ما تيجي،
لغاية ما تلمسني، لغاية ما تغير واقعي. شوفوا بالإيمان بيمشي جنبك وجنبك الآن، يلمس كل واحد لمسة مختلفة عن اللي جنبه حسب احتياجه. هو يقدر يعمل كده. البشر ما يقدروش يفهموا اللي انت بتمر بيه او احتياجك ايه، بس هو عارف وفاهم. تعالوا نغمض عينينا بس نفكر في يسوع، نبص على يسوع، نتملي بيسوع، نغسل افكارنا بيسوع، تسمح له يدخل وينفرد بيك. تسمح له. صلي قول له المسني الآن. أيوة يا رب، نحس بخطوات أقدامك جنبينا يا رب. أنت قلت يا رب اقتربوا إلي فأقترب إليكم، وإحنا بنتجاسر ونقترب إليك يا رب في هذه اللحظات. يا ملكنا، يا سيدنا، يا حبيب نفوسنا، يا مخلصنا وفدينا. أيوة يا رب نقرب، أيوة يا رب نقرب. كتير بصينا عليك من بعيد، بس دلوقتي عايزين نبص من قريب، نبص على عينيك يا رب اللي بكت من أجلنا، نبص على فمك اللي نطق بكلمات الحياة علينا، نبص على أيديك اللي كانت بتلمس وتخلص من الموت وتعطي حياة.
تاني حبك غيرني حبك تقدر تفصلنا. من سيفصلنا عن أشدة؟ أم جوع؟ أم عري؟ أم خطر؟ أم سيف؟ فإنه مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. يا بخت اللي يقدر يقول الكلمات دي بكل قلبه فعلا ومصدقها. هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، نطهر ونستريح من كل أتعابنا، نطهر ونستريح من كل دي بتقول له اربطني بيك بعهد أبدي لا ينسى، لا ينزع مني فرحي، لا ينزع مني أي شيء اديتهولي استرداد يا رب لكل شيء راح مني. اربطني بيك، امسك بإيدي جامد قوي، أنا مش عايزة أجري منك، أنا مش ههرب منك، أنا عايز أفضل ملتصق بيك بعهد أبدي. في ناس بتفكر هي هتكمل مع ربنا ولا لا، انا حاسه كده في قلبي. في ناس موجودين في المكان لسه بيفكروا ويقيموا الامور. ربنا عايزك تحسم امور في حياتك، واي باب متوارب قدام ابليس يترزع دلوقتي، وكل فكره عليت في حياتك ضد المسيح تتكسر الان، والرب يعلى في عينيك، يعلى في عينيك ويعلى ايمانك بيه. امين. مين يرتبط باحلى عريس في الكون؟ مين
الشبكة اتدفعت خلاص، الشبكة اتدفعت والباب مفتوح. كل واحد ما حسمش أموره في حياته الروحية يحسمها دلوقتي، يقول له أنا بتاعك، أنا ملكك، اختم اختم على حياتي بختم أبدي، أنا جاي أخرم ودني عند الباب، أحب سيدي لا أخرج حرا، حريتي اللي بعيد عنك مش عايزاها لأنها قيد، أنا عايزة حريتي اللي في حضنك اللي كلها حب. كل اتنين يصلوا مع بعض، لو أريح لكم توقفوا أقفوا، لو أريح لكم تعودوا عودوا، بس نفسي كلنا نصلي. اعلن ملكية الرب لحياتك دلوقتي، قال له عايز يبان عليا أنا ملك مين، مش عايزة رمادي، أنا مش عايز اللون الرمادي في حياتي. احسم أموري يا رب، احسم أموري أمامك يا غالي. سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك، فكت قيودي. يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك، فكت
زي مسكتوا نفسكم وقعدتوا في الترنيمة اللي فاتت، بس ماشي سماح المرة دي. أنا بحاول أعرف سيدني حر ولا برد، مش فاهمة لغاية دلوقتي. لو حد يعرف يقول لي. اسمحوا لي أشارككم بترنيمة جديدة في السي دي اللي بوصيكم تشتروه حضراتكم خارجين، السي دي بتاع كلك نور، هتحبوه جدا. عايز احكي لكم على الفريق بتاعنا في لوس انجلوس. احنا بقالنا 11 سنه تقريبا في الخدمه، مجموعه من الشباب من كل الكنائس. وزي اي خدمه بتمر باوقات مشجعه واوقات كتيره بتتعب وبتلهف، صح ولا ايه؟ صح. يعني احنا مش متوقعين دايما يعني قادرين نخدم وننجز وكده، بس وصلنا في وقت اتعصرنا على الاخر، وكان المجموعه دي مهدده ان خلاص مش قادرين نكمل. تحديات جامده على الشباب بالذات في المهجر، كله بيدرس وبيشتغل ومسافات بعيده ومشاكل كتيره. وفي سنه 2016 صلينا قلنا يا رب دي محاوله اخيره، قلنا احنا هنسجل ترانيم ونكمل، يعني نكمل بجد، يا اما خلاص. احنا خدمنا لمده 11 سنه، ساعات كنا بنقفز وساعات كنا بنعرج، لكن شكلها كده انه صعب.
ابتدينا نحط المشروع ده بالإيمان قدام الرب. واللي حصل بقى حاجة غريبة. اللي حصل كل الصلوات اللي اتصلت السنين اللي قبل كده ربنا استجابها السنة اللي فاتت. كأنه ربنا نفخ حياة بقى فيه. عارفين لما الناس تخدم بأيدي مرتخية كده وتقعد تجر فيهم، معلش حبيبي من فضلك يا حبيبتي يعني تعالوا في الميعاد، سيبوا التليفونات، الحاجات دي بقى. لقيت فجأة في يوم معين الرب زار المجموعة دي زيارة إلهية غريبة. لقينا عطش للصلاة وللتسبيح وللسجود بشكل مش معقول. وانا قلت يا رب انا كنت عامله حسابي ان احنا نوقف، هو ايه اللي بيحصل؟ انا كنت خلاص فقدت الامل. بس الرب يقولي بس انا ما بفقدش الامل. واللي حصل في 2016 اكتر من اللي حصل في ال 11 سنه اللي قبلهم كلهم على بعض، من غير ما نحاول، من غير ما نزق ولا نعافر ولا نتحايل على حد. اللي عايزه اقوله ربنا ما نحاسبش الرب او نفتكره بيحس زينا في الامور. لو احنا بنزعل من اقل حاجه او حساسين زياده او احنا بنفقد الامل، ربنا مش كده. ربنا بيبقى عنده خطه، واذا احنا ادينا له المساحه هيعملها. بس احنا بقى ناخد 5 سنين، ناخد 10 سنين، احنا وشطارتنا، على قد ما نخضع بسرعه هو يجي للمعونه ويستجيب كل الصلاه اللي صليناها قبل كده. وعايزه اقول لكم استجابه ربنا ممكن تبقى بطريقه جديده ما توقعناهاش. في واحده صاحبتي كانت بتصلي ان شعرها يبقى ناعم. معلش الستات مو كده. وبعدين ما حصلش، تقعد تسرح فيه يعني معركه يعني. وبعدين مره وهي ماسكه بنتها بتسرح لها شعرها، البنت شعرها ناعم جدا. فالست فجأة لفت نظرها الموضوع. فالرب قال لها أنا استجبت ولا ما استجبتش؟ قالت له أنت استجبت، ده كده أحلى بكتير. أنا أحلى قوي أن يكون ده عند بنتي أحسن ما يكون عندي أنا. يعني إحنا نصلي، هو يضاعف الصلاة ويستجيب بطرق هنحبها أكتر من لما إحنا صلينا ونطقنا بيها. فعشان كده لازم نكمل نطلب الرب وما نيأسش، ونكمل في الحاجة اللي احنا متأكدين ان هو عايزها مننا. امين. ترنيمة دي بتتكلم عن محبة ربنا الصليب، تقول اخليت نفسك من اجلي حاملا عاري حاملا ذلي، آتي واقبل قدميك المثقوبة عني ويديك واخشع بالحب لديك. وحبك ربي يسبيني، اسمك على قلبي وجبيني، أنا مختوم بدم كريم، حي فيا وذا يقيني يا مخلصي. حملنا عناتك
الترنيمة اللي هنختم بيها ترنيمة بسيطة بس بتقول مين يستاهل يخدمك، مين يستاهل يكون تبعك، مين يستاهل يدعى عليه اسمك. نفسي بتغني لك اسكت وانحني لك. مين يستاهل يا رب؟ مين يستاهل؟ انا اول واحدة مستغربة جدا من انه بيستخدمني، مستغربة. اقول له ما انت زمان اخترت صيادين، اخترت ناس ما عندهاش حاجه. صدقوني اي حد بيقف هنا احنا عارفين كويس عدم استحقاقنا، وعارفين ان احنا تحت النعمه، ولولا نعمته ما كناش نقدر حتى نقف نقرب حتى من منبره اللي مرشوش دمه عليه. احنا كلنا مع بعض، محدش احسن من حد، كلنا في الموازين الى فوق، بس احنا بنتحمى فيه، احنا بنستخبى فيه. اوعى تنتظر ان بشر وتشوف فيهم كمان، هو بس بص عليه هو، عشان ما تتلخبطش وعشان ما تتعبش. انا بقول لكم بصراحه ما تبصوش على حد غيره، لان مفيش غيره، لان كلنا باصين عليه. انا هقول الترنيمه دي بجد من قلبي، اعنيها فعلا، غير مستحقين يا رب. بما انها الترنيمه الاخيره تعالوا نقف مع بعض. ليك والسلطان والعز والسجود. أشكرك لأنه ما فيش زيك وما فيش غيرك، لا مثل لك يا رب بين الآلهة. سامحنا يا رب إن كنا بنبص على بشر ونستنى منهم شيء، احنا جايين ننتظرك أنت، جايين عينينا عليك أنت، كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم هكذا عيوننا. جايين نخرم ودنا في بابك ونقول لك يا رب
بنحبك، مش عايزين الحرية اللي بعيدة عنك، عايزين نفضل معاك، عايزين نفضل في ظلك. أشكرك عشان أنت اللي ماسك بإيدينا، مش إحنا اللي ماسكين، لأن إيدينا ضعيفة وركبنا مرتعشة، لكن أنت يا رب إيديك قديرة لا يفقد منك أحد. أنا بصلي من أجل إخواتي يا رب في هذا المكان ومشاهدينا في كل مكان في العالم، أن لا يفقد أحد، أن يا رب نعيش الحياة اللي مت من أجلها، مش نعيش حياة شبهها أو صورة باتة منها، لكن يا رب دمك الغالي اللي سفك، عايزين يا رب يدينا حياة، الحياة الأفضل. جايين نشكرك، جايين نقبل قدميك اللي ثقبت عنا، اللي مشيت على أرضنا يا رب في كل مكان، يا ما رفضوك، يا ما كانوا عايزين يموتوك مرات كتيرة قبل الصليب، بس كملت عشان فكرت فينا، عشان كنا في قلبك يا رب طول الوقت. ازرع حبك في قلبنا يا رب، عايزين نحبك يا رب، اشعل قلوبنا بمحبة شخصك، رجعنا يا رب للمحبة الأولى. انت قلت انا عارف اعمالك وعارف انت ما بتحبش الاشرار، وعملت وعملت، بس عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، والوقت ده زمن استرداد يا رب، زمن استرداد لكل قلب برد يا رب وبعد، زي ما سمعنا امبارح، عايزين نعيش في حضنك فنشوف الامور بطريقه مختلفه. جايين نعلن ملكيتك لينا، وجايين يا رب نقولك عايزين نتبعك بكل قلبنا يا سيد، املأنا بالإيمان والفرح يا رب، مش عايزين يا رب نعول هم اللي جاي، عايزين نرتاح فيك يا رب، عايزين نقولك انت كفاية، انت عالي في عينينا، انت تكفي وتغطي، ليك المجد فينا، عايزين نكون علامات مجدك على الأرض، اللي يشوفنا كأنه شافك، اللي يسمعنا كأنه سمعك، لما نحب الناس كأن انت حبيتهم ومديت ايدك ليهم. عايزين نعيش يا رب الحياة دي، ما نعيش نلف حوالين نفسنا لأننا هنكتئب، بس عايزين نعيش الحياة المفرحة اللي بتدور حواليك. تعال وخد مكانك فينا، تعال وخد مجدك فينا، تعال وحقق خطتك فينا، قدس اسمك فينا، يأتي ملكوتك علينا يا أبانا، يا أبانا ليك المجد في الكنيسة في المسيح يسوع. أشكرك عشان سامع صلواتنا في اسم الرب يسوع، آمين. مين فرحان؟ اعلن مجد الرب على حياتك، اعلن انه مفيش حاجة هتقف قدامك. احنا في مؤتمر ايه؟ اسمع، مؤتمر ايه؟ بنعمل ايه؟ وبعد ما بنصلي، وبعد المؤتمر هنصلي، كملوا صلاة، خدمة الصلاة وكرازة زي ما شفنا بقالنا 8 سنين كل اللي بنعمله، قعدنا 7 سنين بنصلي على التليفونات مش عارفين حاجة ومش فاهمين ربنا عايز يعمل ايه. وبعد 7 سنين رب قال اتحركوا في مؤتمرات، اتحركوا في اماكن، مش عارفين نتحرك ازاي وازاي نجيب الوقت، هنتعامل مع مين، هنوصل لمين، لكن لما نصلي وفي ركب بالميات معانا على التليفونات بتصلي عشان المؤتمر ده وهم سامعيننا دلوقتي وبيصلوا، لما حصلت الصلاه ابتدى الرب يحرك القلوب. بشكر جدا الرب من اجل الخدام، بشكر الرب جدا من اجل قناه الكارما والاخ صموئيل وامر الرب بيعمله. رب عايز يعمل الجو الروحي دي في كنايسنا كل يوم، في بيوتنا كل يوم، بس عايز الرب عايزنا نصلي، نفضل في صلاه 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 ونطلب الرب، وكل ما تشوف حاجه قدامك صلي واطلب الرب وصلي. هنشوف دلوقتي بعد شويه فيديو، بس الاساس هيجي الاول، هنشوف فيديو في كوريا prayer revival، هنشوف ازاي الناس بتصرخ قدام ربنا، وبقيت انا بص على الفيديو اقول هم الناس دول نوعياتهم غيرنا، هو احنا مختلفين عنهم ليه؟ هم عندهم الجوع والعطش ده واحنا ما عندناش، بقيت مش قادر افهم، بس قلت لازم نوري الفيديو ده. ناس عماله تصرخ وتنحني وتنكسر، مش فاضيه لاي حاجه، طب ما عندهم عيال وعندهم شغل وناجحين، لكن الصلاه والقعاد قدام ربنا والغيره والنار، النار النار. فالاسيس هيجي دلوقتي يتكلم معانا، بس عايزكم تركزوا بعد كده في الفيديو اللي بيحصل، ونفسي الغيره دي تتنقل ب
بتحصل لما احنا نشوف حاجات ونشوف اللي حوالينا. امين. نشكر الرب من عمق القلب من اجل التسبيح للرب الهنا. فعلا يحلو التسبيح والترنيم والعباده للرب. بس تنبيه صغير, if you need English translation please go to the back, there is a room over there for you if you cannot understand Arabic because you are whatever. اهلا وسهلا بك, please go to the back room. قبل ما نخدم الرب بتقديم عطيانا, انا سمعت ان في عجز, مش عجز شويه, عجز كبير, لان يعني فعلا نريد ان تكون لنا هذه الفرصه كل عام وربنا يلمس قلوبنا وربنا يعمل نهضه في سيدني, في مناطق مختلفه من سيدني. قبل ما نخدم الرب بتقديم عطايانا احب اقول لكم حاجه. مره واحد قال نحن لا نعطي لاننا فقراء, نحن لا نعطي لاننا فقراء. عارفين كان الجواب ايه؟ نحن فقراء لاننا لا نعطي. نحن فقراء لاننا لا نعطي. تقول كلمه الرب اعطوا تعطوا كيلا ملبدا جيدا مهزوزا. هنشوف الفيديو واكيد هيفيد وقت عشان ترنيمه قصيره, لان فعلا النهارده هنخدم الرب تقديم عطيانا, وعطيانا النهارده هتكفي وتوفي. امين. نخدم الرب تقديم عطيانا. قال الرب يسوع أن الله روح, والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. نشكر الرب من أجل العطاء. حابب أصلي صلاة قصيرة أشكر ربنا على العطاء. أنا شايف الأحباء ما زالوا في جامع العطاء, مستمرين في جامع العطاء. يا بين السماء ونشكرك يا رب من عمق القلب من أجل كل العطايا التي تعطينا إياها. نباركك ونشكرك يا رب من أجل كل عطية صالحة. نشكرك فوق الكل لأنك يا رب باركتنا بكل بركة روحية في السماويات. صلي يا رب من أجل شعبك الماثل أمامك يا رب. صلي من أجل عبيدك من قدم يا رب. أشكرك من أجلهم.
بارك هذه العطايا يا رب، واستخدمها يا رب لمجد اسمك وامتداد ملكوتك، في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين آمين. رب يبارككم. هيكلمنا النهاردة بكلمة الرب القس رائف عزب. بشكر رب من أجل حياة هذا الرجل، من أجل خدمة هذا الرجل المبارك والرسالة التي يعطيها له الرب. سعداء يكون معنا وسعداء نصغي إلى كلمة الرب. مكتوب أن كلمة الرب حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. رب يباركك أسيس رائف ويستخدمك لمجد اسمه. تفضل. تست اوكي. برحب بيكم في اسم ربنا يسوع المسيح، برحب بخدام الرب الافاضل، وقد ايه فرحان بيسوع اللي فيكم، ونفسي ندي سقفه ليسوع اللي في خدام الرب الموجودين. خدام افاضل بيحبوا الرب، وانا بشكر الرب لاجل كل كنيسه ولاجل كل شعب الرب الموجود. مش بس برحب بيكم في سيدني، أنا برحب بكل اللي بيسمعونا في كل العالم، برحب بناس قاعدين قدام شاشات التلفزيون في الشرق الأوسط، في أمريكا دلوقتي، يعني في ناس بتصحى بعد نص الليل، يعني الساعة دلوقتي عندنا في نيوجيرسي 4:30 AM وناس قاعدين يشوفوا، في ناس في كاليفورنيا بتشوف. برحب بيهم، برحب بأخوي صامول وبشكر رب لأجله ولأجل المجهود المبارك، إخواتي اللي شايلين معنا شيلة جميلة، أخويا ميشيل المصري مع كل فريق الكارما في سيدني وفي أستراليا. الحقيقة حاب أقول لكم حاجة، أنا بصارع ليا يومين أتكلم بالخدمة بتاعة النهاردة. زي ما قالت منال من شوية، إحنا مجرد أنية خزفية، قابلنا أم لا نقبل، فينا هشاشة، فينا ضعف، ما فيش حد فينا عنده كمال ولا البرفكشن، فيش. لكن الجميل انه الكتاب يقول ان فضل القوه لله لا منا، ففي كنز جوان، فاحنا بنتكلم من منطلق هذا الكنز. الحقيقه وانا بصارع ان انا اقف قدام الموضوع اللي لدي، مش عايز حد يزعل مني بامانه، ما اتمناش حد يزعل مني، لكن انا اتمنى من قلبي ان كلمه ربنا نستقبلها، لان كلمه الله زي ما قال جناب الأسيس حيه وفعاله، it is like a dynamite، بتعمل تفجير جوانا، فهنستقبل كلمه ربنا، واللي يستقبلها بطاعه وبامانه بيتغير، اللي بيستقبلها بطاعه وامانه بيتغير، واللي بيستقبلها يعني كده مجرد يعني اداء واجب، يعني تعال نشوف الناس، تعال نسمع الاخت منال سمير، تعالوا نتفرج على الاخوه، مش هو ده الهدف بتاعنا. خليني اقول لكم حقيقه عن الصلاه، انا متاكد ان كلنا عارفينها. اول اجتماع رسمي تم في الكنيسه الاولى كان اجتماع صلاه. اول اجتماع رسمي تم في الكنيسه الاولى كان اجتماع صلاه. لو خدنا ده مش موضوعي، بس انا حبيت اقول لكم اهميه الصلاه في اعمال الرسل اصحاح 1، بعد الرب يسوع ما اخذ اختطف لما طلع للسماء و تلاميذ قاعدين، بيقول الكتاب في أعمال الرسل أصح 1:12، حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على صفر سبت، ولما دخلوا صعدوا إلى العلية. أول اجتماع صار، أول اجتماع تم، أول اجتماع في الكنيسة الأولى. يعني تسبيح رائع جدا والوعظ رائع جدا، بس هم ما كانوش مشغولين في الوقت ده لا بالتسبيح ولا بالوعظ، كانوا مشغولين يصلوا. عشان كده يقول ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس، يعقوب، يوحنا، أندراوس، فيلبس، توما، بارثيماوس، متى، يعقوب ابن حلفي، سمعان الغيور، ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة. فأول اجتماع قانوني، أول اجتماع تم في الكنيسة، اجتماع الصلاة، وعلى أساس هذا الاجتماع الروح القدس ابتدى يجي على الكنيسة. فتعالوا نصلي، هو ده الهدف من المؤتمر. احنا مؤتمرنا غير تقليدي،
واحنا مش جايين علشان نعمل حاجة جديدة في سيدني، احنا جايين نتبارك بخدام الرب. صدقوني يا علم ربنا بقولها بصدق، احنا جايين نتبارك بيكم، جايين نتشجع بيكم، انتم بركة فعلا، انتم بركة علشان تقبلوا ضعفنا وتحتملونا، دي حاجة احنا يعني ما نستحقهاش. فانا نفسي لو احب ادخل على يوحنا 13 النهاردة واجيب طشت كده واغسل رجليكم، بامانة هعملها، يا علم ربنا هعملها. انتوا رائعين انك انتوا تقبلوا ان احنا نيجي نتشجع بيكم ونتبارك بيكم، ربنا يبارككم. واتمنى من قلبي انه جو مؤتمرنا ما يكونش جو تقليدي مجرد نسمع ترانيم وعظات وحاجات زي كده، احنا جايين عشان نصلي، واحنا محتاجين نصلي، مش بنصلي مجرد ترديد كلام، احنا بنصلي عشان ربنا يغير فينا، يا ربنا يشكل فينا. امين امين. هدخل في الموضوع ونربط الاحزمه، كل واحد لو في حزام كده اربطه، علشان الارض اللي احنا هنقف عليها دلوقتي ارض عايزه يعني عايزه الشغل شويه. خلينا اقول لكم حقيقه، كل الموجودين قدامي وانا منكم وكل اللي بيشاهدونا دلوقتي، احنا نوعين من الناس، احنا نوعين، يا اما اتجرحنا يا اما جرحنا. اقولها تاني، يا اما انا اتجرحت من حد يا إما أنا جرحت حد. متفقين؟ متفقين؟ حد فينا ما تجرحش خالص من حد؟ طب حد فينا كان فيه بيرفكشن كده وما جرحش حد؟ لا، كلنا جرحنا وكلنا اتجرحنا. عشان كده النهاردة أنا هتكلم في الحتة دي. بيقولوا الأسيس رائف لما بيروح في أي مكان بيقعد يتكلم في الموضوع ده، أنا بحبه، تعرفوا ليه؟ لأني بتنقى وأنا بقوله، بتنقى أنا وأنا بتكلم بيه، بقول الرب نقيني، أنا عايز أعيش صح، أنا عايز أعيش صح معايا. فأنا هقرأ آية واحدة بس أو آيتين من عبرانيين 12، وبعد كده نمشي في الخط مع بعض، ومؤكد الرب النهاردة عايزنا نصلي، ربنا عايزنا نصلي عشان نتنقى، يعني حلوة قوي قوي وأنا بصلي حاجة تحصل في حياتي، لكن أنا أصلي وحاجة ما تحصلش تبقى مشكلة. خليني أقرأ معاكم الكلمات دي في عبرانيين أصحاح 12 عدد 4 و5، عددين في منتهى الجمال وفي منتهى الصعوبة معايا. فبيقول ايه الروح القدس؟ شكرا الاخوه يجيبون العددين. عبرانيين 12 عدد 4 وعدد 5 بيقول ايه؟ اتبعوا السلام مع الجميع، معايا، اتبعوا السلام مع الجميع والقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. ملاحظين ملاحظين، عيشوا القداسه، عيشوا السلام، يعني الدنيا تبقى كده هادية، يعني كده وعايشين في ألفة مع بعض وبنحب بعض. وبعدين قال ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله. ليه بقى؟ قال لألا يطلع أصل مرارة، اسمعوني، لألا يطلع أصل مرارة. يعمل إيه أصل المرارة ده؟ يصنع انزعاجا ويتنجس به كثيرين. فأصل المرارة اللي هو أنا هتكلم النهاردة عن مشكلة مصيبة موجودة في حياتنا اسمها عدم الغفران، هتكلم عن مصيبة موجودة في حياتنا اسمها عدم الغفران. عدم الغفران سجن أنا بدخل جواه بإرادتي. يعني إيه؟ يعني أنا واحد جرحني، فلما جرحني أنا مش قادر أغفر له، لأني مش قادر أغفر له، فأنا عمالة أهري جوايا وعمالة أتقطع جوايا، ومفكر إنه الشخص اللي هو أذاني ده هيجيله ويحط فيه كده والدنيته هتبقى سودة. يمكن هو مش دريان بالموضوع إطلاقا، يمكن مش حاسس بيه اطلاقا. المصيبه ان انا دخلت جوه السجن، انا دخلت جوه عباره عن مش قفص زجاجي زي ده، لا ده قفص زجاجي كاتم على نفسي، وانا قاعد جواه متالم جدا. بيحصل حاجتين في منتهى الصعوبه، لو انا مش قادر اغفر، فبتحصل معايا دائره من دوائر عدم الغفران. هقول لكم دائره عدم الغفران، هقولها واحده ورا الثانيه، خليكم معايا. دايما الانسان بيبدأ يتعامل مع الآخر، إما إنه يكون في حب بيننا وبين بعض، أو الشخص بيعمل في حياتي إساءة. يعني إيه؟ يسيء إلي، ممكن يسيء بلفظ، ممكن يسيء بتصرف، ممكن يسيء إلي بنظرة. يعني تعرفوا لما الواحد يبص على واحد كده هو يعني عايز يقول له أنا قرفان من خلقتك، يعني فيبص له نظرة كده، نظرة يعني ناشفة قوي، أو بتشويحة كده،
أو بعدم تقدير وعدم اعتبار إساءة. الإساءة بمجرد ما أنا بستقبلها، لو أنا استقبلتها بقلب بسرعة يعني متضع كده قدام ربنا وأقول له أنا مش عجباني الحركة اللي أنت عملتها، أنا مش مبسوط منها حبيبي، يعني إحنا أخوات، إحنا أخوات، إحنا عيلة واحدة، إحنا بنحب بعض، فبليس أنا مش مبسوط منها، يلا العملية تتصلح يعني ونطلع براءة إحنا الاثنين. لكن مشكلة لما أنا بقبل، لما أشوف الإساءة ما بتكلمش وبسرعة ما عبرش، فبيحصل في حياتي جرح، فأنا بتجرح، شيء طبيعي بمجرد ما حد يسيء ليا بيحصل جرح جواي. الجرح ده مرات يكون جرح في المشاعر، أو ممكن يكون جرح في ممتلكات ليا، أو ممكن جرح في أسرتي في عيلتي، أنا بتجرح فيحصل جرح جواي. الجرح اللي جوايا بيخليني لو أنا بسرعة ما تعاملتش مع هذا الجرح، فالجرح بيبتدي يتحول جوايا إلى ألم، بقول آه بتوجع معايا، فأنا بتوجع بسبب الجرح. واحد جرحني، واحدة جرحتني، سبب لي ألم، الألم خلاني موجوع جوايا، موجوع جوايا، وبحس إن أنا ليه بيحصل معايا كده، طب ليه فلان عمل معايا كده، ليه فلانة عملت معايا كده، فأنا جوايا جرح، الجرح مألمني وجعني. لو أنا تعاملت مع هذا الجرح والوجع بسرعة هخرج من الدائرة، لكن لو أنا تماديت معاه يحصل جوايا غضب، أبقى غضبان، أنا جوايا كده متضايق، وابتدي أقول تعبيرات معينة أتمنى من قلبي تكونوا فهمني وحاسين باللي حصل معاك وحصل معاكي الأيام اللي فاتت والسنة اللي فاتت يمكن السنين الطويلة اللي فاتت. وهقول لكم قد إيه الدائرة دي لما بتتولد جوانا بتعمل مصايب، وهقول لكم أمثلة كبيرة جدا وحاجات أنا عشتها شخصيا. فبيحصل جوايا غضب، غضب شديد، الغضب ده يخليني لو أنا ما تجاوبتش مع الغضب، يقول الكتاب إيه في أفس 4، بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم، غضبكم يعني، ما تخليش الشمس تغيب على الغضب اللي جواك، الغيظ اللي جواك. ليه بقى؟ لأن بمجرد ما بتغرب الشمس، الشمس تغيب، هي مش قصد بها غرب الشمس يعني، يعني ما تخليهاش تطول يعني. ليه بقى؟ لأن بمجرد ما أنا يبقى جوا غضبان، أنا متضايق، أنا جوايا مفروس جوايا، أنا مليان بالغضب، أروح أنام. يحصل ايه بقى؟ بمجرد ما بنام، البعض فينا بينام على الناحيه اليمين والبعض ينام على الناحيه الشمال والبعض ينام على ظهره، انا ما اعرفش انت بتنام على اي طريق، لكن انا طبيعيا احب انام على جنبي، فبفرد ايدي الشمال واروح نايم. فيحصل ايه بقى؟ يروح ابليس نايم على ايدي يروح نايم على ايده حضني، يعني يقول لي حقك يا اخي، يا عم حقك، انت لازم تغضب، هو أساء إليك، ولما أساء إليك جرحك، ولما جرحك اتألمت وتوجعت، فلما اتألمت وتوجعت بتغضب، فيطبطب عليا طول الليل. لا، اعمل، إن اعمل حاجات يعني، رد اعتبارك يا أخي، لأن هو أذاك يا أخي، فأنت رد اعتبارك معايا. فبيقول الكتاب إيه؟ لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا لا قولوها بقى، ولا تعطوا إبليس مكان. هينام هو، هينام. تقوم الصبح كده عينيك حمراء، الضغط بتاعك وصل ل 180 على 110 ولا 120، السكر بتاعك راح طلع فوق، ومناخيرك شيطة وعينيك شيطة والدنيا شيطة ومش قابل العيال. ليه أنا أقصد أقول الكلام ده؟ أنا بقصد أقوله الآية اللي بيقول لألا يطلع أصل مرارة، يعمل إيه؟ يصنع انزعاج معايا؟ يعمل إيه؟ يصنع انزعاج. يعني ايه يصنع انزعاج؟ يعني انت جواك فاير، يعني يصنع انزعاج يعني انت مش قادر تحمل نفسك ولا تحمل اللي حواليك معايا. فعمالة تعبر تعبيرات مليانة بالغضب. انا شفت من بعض يعني لما كان غضبان قوي، رحت بيت من البيوت ولقيت الحيطة مخرومة، انا بكلمكم بامان يعلم ربنا، الحيطة فيها خرم، فبقول ايه؟ فقالت زوجي كان غضبان قوي قوي قوي، قم فضرب الحيطة خرمها بايده، صدقوني يعلم ربنا. فبعبر عن الغضب يعني معايا. وبعد كده يقول مش بس يصنع انزعاج جوايا، لكن يتنجس بها كثير. شفته انا دلوقتي هغضب اعبر عن الغضب يعني.
طيب خليني اقول لكم ايه اللي بيحصل. يتنجس بيه كثيرون يعني ايه؟ يعني البيت يتحول الى جحيم، فاهمني؟ العيال يتنكدوا والزوجه تتنكد وبعد الشر بعد الشر بعد الشر والكنيسه تتنكد والدنيا تبقى نار، يعني تبقى فاير. ليه؟ لان في جو امتلأ بالغضب والمراره ابتدت تزيد فنجزت كثيرين، عملت مشكله كبيره قوي قوي. هرجع تاني واقول اساءه تعمل جرح، الجرح يعمل وجع الم، الالم يخليني اغضب، فلما بغضب بتملي بالمراره دي اللي قلت عنها من شويه، فالمراره دي تخليني ريقي مر، قلبي مر، عقلي مر، الدنيا كلها مره، البيت مر، مش حامل الناس، مش حامل حد جوه الكنيسه، فالدنيا كلها ملخبطه شمال ويمين معايا. فالمراره دي لما انا ما بتغلبش عليها لالا يطلع اصل مراره يصنع انزعاج يتنجس بكثيرين، ما بتغلبش عليها يتملي قلبي بالكراهيه فابتدي اكره، يقول لك مش رايح الكنيسه ليه؟ اصل فلان هناك. انا بحب اخواتي في السويد جدا جدا، في ولو سمعني دلوقتي انا اي لاف يو سو ماتش، صدقوني. كان مره من المرات كان في مشكله من المشاكل في السويد وقالوا لي تعالى علشان نقعد مع بعض القاده المسؤولين يعني، فانا رحت قلت لهم طب نقعد فين كنيسه؟ قالوا لا لا بلاش كنيسه ناخد قاعه. قلت لهم خير وبركه ناخد قاعه، فاخذنا قاعه ودخلت. وبعدين يعني هم ناس محترمين رائعين يحبوا الرب، انا بامانه ما استحقش اقعد عند رجليهم، ناس في منتهى الروعه، بس في حاجات حصلت، فواحد هنا والتاني هنا وده مش قادر هنا وده مش قادر هنا. بدينا نتكلم مع بعض، تعرفوا ايه اللي حصل؟ حصلت نهضه في سودرتاليا وستوكهولم، ابتدوا يحبوا بعض، ابتدوا يحضنوا بعض، ابتدوا يا كان شيء جميل قوي قوي. ليه؟ لانه العدو كان بيرمي سهام معينه، السهام المعينه دي كانت مفصله الاخوات عن بعض والاحباء مع بعض والقديسين عن بعض، فربنا ما سمحش ابليس ياخد مكان، تعطوا ابليس مكان. المراره بتعمل كراهيه، الكراهيه لما بتزيد جوه بتدي للانسان رغبه انه ينتقم، فانا عايز انتقم. يقول لك اه لو ربنا يجيب لها ويحط فيها، اه لو ربنا يا رب وريني فيها يوم معايا. تحصل. كنت في قريه تبع طما، قريه صغيره، وبعدين كنت انا لسه يا دوبك مخلص الطب حديثا وكده يعني ايه ما كنتش في الخدمه، دخلت كنيسه من الكنائس، كنيسه في قريه، الكنيسه ما كانش عندهم كراسي ولا بنوكه زي كده يعني خالص، فكانت عباره عن حصر. تعرف الحصر ولا انتهت؟ القسيس يونسان هو بس اللي يعرفها عشان لسه بيروح هناك، احنا يعني نسينا دلوقتي، احنا بنقعد على حاجات جميله. كان يحط حصر كده الاخوه يقعدوا عليه في جوه الكنيسه. بعدين انا دخلت الكنيسه لقيت كل الحصر مقلوبه، يعني الحصيره لما تكون مقلوبه تلقى القش بتاعها ما تقدرش تقعد عليه ولا تمشي عليه معايا، فاهمني؟ فكل الحصر مقلوبه. لقيت اخت قاعده جوه، بقول لها ايه المشكله؟ انت ليه قلبه الحصر؟ قالت لي الحماتي ربنا يوريني فيها يوم. فبقول لها طب وقلبة الحصر يعني هتوريك يوم في حماتك يعني؟ قالت اهو يعني قالوا كده، اقلب الحصر كده ام حماتك يحصل لها مصيبه يعني بعد الشر يعني. فقلت لها ليه تعملي كده؟ فانا مسكت الاخت وقلت لها يعني ده غلط، المؤمن الحلو يغفر، المؤمن يعني ما يعملش كده يعني. وبعدين الاخت يعني هديت شويه وبعدين بدات تبكي، قلت جميل قوي قوي، يلا مع بعض نعمل ايه؟ نعدل الحصر. فرحت عديل الحصر كلها، كان في حوالي يمكن كنيسة مش كبيرة قوي، عدلنا الحصر وبعدين وقفنا مع بعض فقلت تعالي نصلي. فالأخت وقفت تصلي، بعدين قلت يا ريت من قلبك، أنا صليت الأول قلت لها من قلبك صلي، قدمي غفران حلو قوي الغفران. فابتدت تصلي وهي بتبكي، وبعدين في وسط الصلاة بتاعتها قالت يا رب بجد أنا بجد بحبها، يا رب انا بجد بغفر لها، بس يا رب عايزه منك حاجه واحده بس، يا رب خدها يا رب. يحصل رغبه للانتقام، عايز انتقم. دايره مصيبه رهيبه بتحصل في حياتنا، بتضحكوا مش كده؟ وانا مرات بضحك برضو، بس بامانه صعبه قوي 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 قوي. خلينا النهارده اشارك معاكم بثلاث بركات للغفران.
لما أغفر يحصل إيه؟ إيه اللي يحصل في حياتي لما أغفر؟ وإزاي أغفر؟ وهنصلي النهاردة عشان ربنا يشفينا من جوه، ربنا يدي شفاء من جوه. الرب قال حاجتين ليه كل المجد بلسانه الطاهر. قال في إنجيل متى أصحاح 5، قال في وهو بيتكلم عن قضايا الغفران، فاتكلم في عدد 23 و24، قال إيه؟ فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك، فاهمين إزاي قدمت قربانك على المذبح؟ عارفين إزاي يعني؟ يعني لما تطلع الأخت منال سمير وتيجي البركة الممسوحة من الرب دي وتيجي هنا، هي بتقدم قربان، تعرفوا كده؟ مزمور 141 ده قربان، بيقول أرفع يداي كذبيحة إيه؟ مسائية، فهي بتقدم ذبيحة قربان. فالأخت منال وهي جاية تقدم قربان، جاية تقدم قربان، والأسيس رائف جاي علشان يوعظ، فهو بيقدم إيه؟ بيقدم قربان. والشباب الحلوين والشابات الواقفين بيرنموا بيقدموا قربان. ولما باجي أخد مائدة الرب أنا جاي بقدم قربان، لأن أنا بقدم كده تمجيد للرب يسوع وبتذكر موته من أجلي إلى مجيئه. وأنا جاي علشان أعمل كده، وجد دماغي كده خبط فيه، يا ده أنا أزيت أختي، ده أنا أزيت أخويا، ده أنا قلت كلمة جارحة في حقه، ده هو بطل الكنيسة بسببي، ده ما ادانيش مكالمة تليفون يمكن ليه 6 شهور، طب أنا بعمل إيه بالظبط؟ فالرب قال بلاش تقدم القربان، يعني توقف يعني، وروح اصطلح مع أخيك إيه؟ أولاً وتعالى قدم قربانك. ده كلام خطير، ده كلام خطير، إحنا واخدينه كده يعني مجرد كلام فض مجالس، ده مش فض مجالس، ده الحق الكتابي، ده اللي قال عنه جناب الأسيس من شوية، إن ربنا ينقي أذهاننا دي ويبتدي يلمعها عشان تسكن فيها كلمة الحق، كلمة الحق اللي هي كلمة الله. لو أنا مش بطيع كلمة الله أنا بلعب جيم، لو أنا مش بطيع كلمة الله أنا مجرد واحد يعني بيسلح حاله يعني معايا؟ خطر. الرب ليه كل المجد قال في متى 18، هتكلم على البركة الأولى وبعد كده نصلي شوية مع بعض. في متى 18 الرب قال وإن أخطأ إليك أخوك، الكلام ده كلكم عارفينه بس لازم أقوله، أنا عايز أقوله لنفسي يعني، إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، نعم إن سمع منك فقد ربحت أخاك. وابتدى الرب يكمل، خلي بالكوا البركة الأولى في الغفران إن أنا لما بغفر أنا بربح أخويا، هقول تاني، لما بغفر أنا بربح أختي، الفاصل اللي حصل بيني وبينها والحاجز اللي بقي بيني وبينها بعد بيني وبينها، فإحنا بقينا بعيد قوي عن بعض. أنا لما بغفر بربح أخويا تاني وبربح أختي تاني، بدل ما أنا أبقى وحدي أبقى أنا وأخويا مع بعض. فالرب بيقول إيه؟ بيقول لو أنت حصلت معاك المشكلة دي، لو أخطأ ليك واحد، روح عاتبه بينك وبينه وحدكما، ما تفضحش أهله، ما تبهدلوش يعني، ما تنيلش الدنيا كلها عشانه، خلي الموضوع بينك وبينه، وإنت بتتكلم معاه روح بينك وبينه، روح كده قرب بدل ما تشوهه في كل الكون، بدل ما تبهدلها في كل الكون وتبهدليه في كل الكون، روح اعمل كده جوه القدس. كان في المنارة، والمنارة كانت الفتيلة اللي بتولع دي عشان تولع القدس، القدس ما كانش فيه شبابيك، فكانت بتتحرق. حد فاكر اللندن نمرة 10 واللندن نمرة 5؟ أنا خدت الثانوية العامة على اللندن نمرة 10، كان القرية اللي أنا فيها وكان فيها بابا قسيس ما كانش فيها كهرباء، فكنت أقعد بالليل أذاكر على اللندن نمرة 10، فكانت الفتيلة دي اللي هي الفتيلة اللي جوه الجاز كانت تتحرق، فكانت ماما تقوم الصبح عشان تعمل إيه؟ تنظفها وتبتدي تغسل الإزازة عشان الإزازة دي كانت صمدت. فوهي بتعملها ماما كانت جميلة قوي ورقيقة قوي وحلوة قوي، فتعمل إيه؟ ماما تقول لك يعني استعجل، يعني بدل ما تقصها بمقص تمسكها بإيدها كده، تروح شايلة الحتة السودة دي معايا. وبعدين إحنا بلدنا ما فيش دبان خالص، مظبوط؟ ما عندناش دبان في مصر خالص، فماما تيجي دبانة تروح خبطها هنا فتعمل إيه؟ فبتزق الدبانة، وصباع ماما كان في إيه؟
كان في صماد، فالصماد راح ضارب قورة ماما من قدام، كلام جميل. فبعد شوية ادخل انا او حد من اخواتي يقول لها ما ايه الصماد ده؟ تقول اصلي انا نظفت الفتيلة دي. تعرفوا ايه المعنى الجميل ده؟ قال ان في ملقط، جوه القدس عند حتة منارد، في ملقط كده يروح ملقط بيه الفتيلة المحروقة، يلقطها حتة حتة ويحطها في قنينة من ذهب خبيها يعني، وبعدين ينظف كل الحتة كلها. دي هي اللي الرب بيقول عنه بينك وبينه وحدكما. يعني ايه؟ يعني لقط حتة الصمدايا اللي في اخوك دي، الحتة المسودة، الحتة اللسان الطويل شوية، والعين اللي ما تبصش نظرة مقدسة شوية، والتصرفات القبيحة شوية، قرب من اخوك وروح ملقطها بملقط وخبيها. ليه؟ عشان ما تفضحش اخوك. لو انت عملت كده واخوك تجاوب معك، يقول الكتاب، يقول تربح اخاك، تربحي اختك. ليه؟ لان انا خدت قرار ان انا اروح واستر على اخويا. مرات كتير قوي نعمل ايه بقى؟ نطبق المبدا بتاع يوحنا 13. مبدا يوحنا 13 بيقول ايه؟ الرب لما غسل ارجل التلاميذ، رجليهم كانت بعيد عنكم، يعني بعيد عنكم كانت مطينه. ليه بقى؟ كانت احنا عايشين في، انا لسه جاي من هناك من شهرين او من شهر ونص، فالناس كانوا يلبسوا صنادل، والصنادل كانت شرطان كده، والارض هناك ما كانتش مرصوفه، الارض مليانه تراب، وهم كلهم كانوا شويه صيادين زي ما قالت منال من شويه، يعني ما كانوش يعني هاي كلاس يعني، ولابسين حاجات جميله، لا لا لا. والرب دخل كده فاجئهم، فقال لهم اخلعوا الصنادل دي، رجليهم كانت جميله والشرابات نظيفه، مظبوط، ما كانش في حاجه زي كده. والرب ابتدى يغسل الرجلين الوسخه دي. انا اعتقد اكتر واحد كان رجليه وسخه شويه كان بطرس، فكده قال للرب لا لا ما تغسلش رجليا دي متطينه، ده انا دخلت في طينه. لا لا ما اقصدش. فاللي عايز اقوله ايه؟ ان احنا عايزين نغسل ارجل بعض. فنعمل ايه بقى لما نروح وحدكم ما نغسل ارجل بعض؟ فانا عايز اغسل رجلين اخويا بميه، فاجيب ايه؟ اروح جايب ميه بتغلي احطها في الميكرويف، واقول لاخويا الرب عايزني اغسل رجليك، واروح كابب الميه على رجليه، على طول رجليه تتسلق، مظبوط. او ان انا اعمل حاجة تانية، اقول لا انا عايز اغسل رجلين اخويا، فاغسلها بطريقة ظريفة جدا، فاجيب كده نابكن حتة منديل يعني، وابلله في المية وامسح رجلين اخويا وهي مليانة اصلا بالتراب، فالتراب يتحول الى طينة. وام كل ما اخويا يمشي يقول له شايف؟ شايف الطينة بتاعته؟ شايف المشاكل بتاعته؟ شايف الخطية اللي هو عملها؟ الرب قال روح وحدكما، انت وهو وحدكما، وبسرعة روح، روح سريعا. ليه؟ لأنه لا تغرب الشمس على غيظكم. أحبائي، أنا عايز أقول لك يقين، لو أنت خدت الخطوات اللي الرب يسوع عملها القضية هتتحل. ليه إحنا الأمور تراكمت في حياتنا؟ كان ليا واحد بعد ما رحت نيوجيرسي، كنت جيت من بورتلاند أوريغان، رحت الكنيسة في جيرسي سيتي، كنيسة مباركة جميلة، وليت واحد هناك في الكنيسة، فقالوا لي ان الشخص ده كان بيوعظ مره كل اسبوع، هو شخص علماني بس حلو قوي، انا كنت متخيل يعني هو شخص كويس يعني، راح السماء anyway. فالشخص ده كان اول ما يدخل كنيسه كان عديله اللي واخد اخت مراته يعني، كان في خلاف صغير بينهم، فقلت لا ده القسيس رائف ده شاطر قوي يقدر يحل الخلاف، فرحت دخل في الخط. انا دخلت في الخط وحصل بيني انا وهو خلاف. ليه؟ لاني انا مش من حقي اتدخل في الخلاف. ليه بقى؟ كانت مشكله كبيره قوي قوي قوي، مشكله كبيره جدا. بعد ما الشخص اتزوج، كان عديله اتزوج قبليه بسنه، فكانوا عندهم الانبوبه بتاعه البوتاجاز موجوده جوه الحمام، فراح طلب منه قال له لو سمحت خد الانبوبه دي املاها، فاكرين انابيب بتاعه مصر دي املاها مش كده، فقال له خد الانبوبه بتاعه البوتاجاز دي روح املاها جاز يعني. فالاخ راح خد الانبوبه، والراجل ده جاله هجره فهاجر، فالشخص ما رجحش الانبوبه البوتاجاز جوه الحمام بتاع عديله، فحصلت مصيبه كبيره جدا بينهم، استمرت 40 سنه علشان عديله خد انبوبه البوتاجاز ما رجحهاش، لدرجه وصلت لمرحله الانتقام. انا ما اعرفش المشكله اللي انت فيها عمرها قد ايه، أنا عايزك تهدى مع نفسك شوية. ليه الموضوع كبر قوي قوي جواك وبقي مصيبة؟ هو كان صغير. هل ممكن أخد قرار إلى الذي؟
هل ممكن أخذ قرار وأطلق نفسي من السجن اللي أنا فيه؟ أنت مسجون جوه، مسجون في دائرة عدم الغفران. الإساءة جرحتك، ألمتك، وجعتك، ابتدت تخليك تغضب، ابتديت تملي بالمرارة، ابتديت تكره. الكراهية حولتك إلى دائرة من دوائر الانتقام. الرب النهاردة عايز يحرر ناس، قول أمين. الرب عايز يشفينا يا أحبائي. أول بركة من بركات الغفران إنك هتربح أخوك. كنت بلد من البلاد، ولاية من الولايات، وكان في مؤتمر، وأنا جوه المؤتمر كان في اتنين أخوات، أختين، كان في خلاف بينهم لعمره 13 سنة. لما كان يجي المؤتمر، وقت المؤتمر الأختين يسألوا المسؤول عن المؤتمر، هي رايحة؟ تقول لها آه، تقول لها يلا ربنا يخليكم المؤتمر يبارككم، تقول لها لا هي مش رايحة، تقول لها طب سجليلي أنا جاي. السنة دي أخت من الأخوات كانت مريضة ما قدرتش تروح، فالتانية عرفت أنها مريضة فراحت المؤتمر. ربنا لمس الأخت فخفت، ما كانش تعرف أن أختها راحت، فهي جت بدون ما تعمل أي اشتراك في المؤتمر، وراحت قالت لهم أنا جاية المؤتمر وعايزة أكون في المؤتمر. دخلت الأخت، الاثنين إخوات في الجسد، الاثنين إخوات في جسد واحد من أب وأم، هما الاثنين نفس الأب ونفس الأم. فكانت القاعة اللي احنا فيها كانت عريضة كده، فواحدة منهم قعدت في آخر القاعة من هنا، والتانية مفيش حل، المؤتمر ساعتين بعيد، وهي جت مع حد، فقعدت في آخر المكان من هنا. بعدين وأنا بتكلم أنا حس الدنيا ناشفة، صدقوني بقول الصدق في المسيح، الدنيا ناشفة، يعلم ربنا الدنيا ناشفة. طب صدقوني كانت كأني السقف ده نحاس، كل كلمة بقولها تطلع وتخبط في راسي. في حاجة مرة موجودة جوه الاجتماع، في خطية موجودة جوه الاجتماع. ده بيحصل جوه البيوت، لما البيت ما يكونش فيه غفران حقيقي تلقى يعني الدنيا بايظه. هقول على البركة التانية بعد شوية، هلمس الحتة دي. بس المشكلة ان انا ما باخدش خطوة جريئة للغفران، فبالتالي الدنيا تبقى كلها نحاس، كلها حديد، وانا مسجون من جوه مش قادر اطلع، مش قادر اطلع. ليه؟ لان انا رافض ان انا اطيع اللي قاله الرب يسوع، لو انت اخطأت ضد حد قبل ما تقدم قربانك روح اصطلح معاه، ولو انت اخطأت في حق حد روح، او اخطأ حد في حقك روح له انت وهو وحدكم. تحرقوا ايه اللي حصل؟ انا ما قدرتش اكمل وعظ، وانا بقول بامانه بصدق في المسيح، الدنيا ناشفه، الدنيا ناشفه، وكاني بقول كلام طلع بالعافيه الكلام مني. فانا مش عارف اعمل ايه. فقلت اصلي. تعرفوا الصلاه؟ تعرفوا الصلاه حلوه الصلاه. فقلت يا اخوانا خلينا نصلي بجد، انا ما عنديش كلام، يعلم ربنا ما كان عندي كلام. قلت لهم خلونا نصلي، تعالوا نصلي. فالقسيس بص كده وقال لي يا عم كمل وعظ. قلت له مش قادر، انا عايز اصلي. وقعدت اصلي، واحنا بنصلي وربنا سكب سكيب على الجماعه واحنا بنصلي، وفجاه حصل حاجه غريبه في المكان. تعرفوا ايه؟ الاخت اللي من هنا وقفت وتصرخ وتقول لها يا اختي سامحيني انا السبب. فرحت اختها الثانيه قالت لا 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 انا السبب، انا اللي اذيتك وتعبتك. وهما الاثنين بيصرخوا، واحده مشيت كده والثانيه ماشيه كده، راحوا قابلين بعض وحضنين بعض، والكنيسه عماله تهلل والكنيسه عماله تفرح. تعرفوا ما كملناش وعظ بس كملنا صلاه واحنا فرحانين. نفسي ناخد مع بعض 5 6 دقائق هنصلي مع بعض. انا عارف ان انتي جواكي جرح، وانا عارف يمكن جواكي جرح، انا متاكد. اوعى تفكر الجرح ده ملهوش علاج، ده ليه علاج زي ما قال الرب يسوع. هنعمل حاجه دلوقتي، لو انت بتطيعها ربنا هيديك بركه، لو انت مش بتطيعها انت حر، لو انت مش بتطيعها انت حر. القضيه ان ربنا عايز يطلقنا احرار، قضيه ربنا عايز يباركنا، وهقول لكم في البركه اللي جايه التانيه شكلها ايه. بس تعالوا ناخد بس دقايق دلوقتي هقول لكم اللي هنعمله. اللي هنعمله ان احنا هنبتدي نصلي، واحنا بنصلي هقول يا رب فلان اللي جرحني
يا رب أنا هطلع من القاعة دي في اسم الرب يسوع بعد الاجتماع مباشرة وهديله تليفون وأقول له أنا متضايق إنك جرحتيني، بس أنا متضايق إن إحنا بعيد عن بعض، أنا متضايق إنك جرحتيني، بس اللي مضايقني أكتر إن إحنا بعيد عن بعض، أنا نفسي نرجع تاني لبعض. ولو أنت أخطأت في حق حد اديله تليفون قول له معلش يا أخويا سامحني، أنا بجد غلطت في حقك. خد جسارة النهاردة، عارف مين يديك القوة دي؟ يديك القوة دي الروح القدس، يديك القوة دي النعمة، يديك القوة دي المحبة اللي سمعنا عنها مبارح، يديك القوة دي انك تيجي بإيمان وتقول له يا رب مش عايز أبص على العيان، مش عايز أبص وأقول فلانة غلطت يبقى لازم أخد حقي. يا رب املأ قلبي بالإيمان اللي خليني ما أبصش على الأمور الأرضية لكن أبص على الأمور الأبدية، خليني أبص على فوق يا رب. تعالوا نقف مع بعض وهناخد وقت نصلي، تعالوا نقف مع بعض كده. دور وانت واقف بتصلي دلوقتي، دور في ذهنك عن حد انت بعيد عنه، يمكن ليك اسبوع، يمكن ليك شهر، يمكن ليك سنة، يمكن ليك 5 سنين، يمكن ليك 10 سنين، يمكن حد في البلاد، يمكن حد في البلاد، يمكن حد انت ما كلمتوش ليك سنين فاتت. هقول لك وانت بتصلي دلوقتي، وانت بتصلي صلي من اجل ناس جرحوك، يمكن من اديان اخرى، يمكن حد ألمك، يمكن حد سبب لك مشاكل وأذى في حياتك، وأذى في حياتك. الرب النهاردة عايزك تبعت كلمة غفران، قول أمين، ابعت كلمة غفران وقول له يا رب الناس اللي أذتني أنا بصلي من أجلها، يا رب غير قلبها، يا رب أنا مش هخلي نفسي جوه السجن، أنا مش هدخل جوه القفص الزجاجي ده ومش قادر أتحرك منه. أمين. خد، أنا مش عايزك تصلي بصوت عالي، أنا عايزك تغمض عينيك ودور الفكرة دي جوه دماغك، دورها جوه دماغك. يا ترى مين اللي الرب شاور عليه جواكي؟ يا ترى مين اللي لما بتيجي تصلي يبقى مالكش نفس تصلي من أجله؟ يا ترى مين اللي لما ربنا يجيبه على ذهنك تحس إن أنت عايز تنتقم منه؟ يا ترى مين في البلاد اللي عمل لك أذى، واحد من المسؤولين، واحد من اللي طهدوك وضايقوك؟ تعرف الرب يسوع قال إيه؟ وأنا في أربيل في العراق كنت بتكلم عن محبة المسيح، ويمكن حد من أربيل أخويا كان معانا هناك، كنت بتكلم عن يسوع اللي قال أحبوا أعدائكم، باركوا، صلوا لأجل الذين. بعد الاجتماع ما خلص جت دكتورة وبعدين قربت مني قالت لي اسمع، أنا أبويا أذاني، قالت لي أنا أبويا اغتصبني وأنا مليانة بالمرارة من أبويا، وأنا كنت بدعي كل يوم ربنا ياخده وربنا خده، وأنا عايز أغفر لأبويا النهاردة، وأنا مش لاقي أبويا قدامي عشان أقول له أنا بغفر لك. وقعدت تبكي وهي قاعدة، وهي مش مسيحية، وقعدت تبكي. وقلت لها ياسين من الناس، مش هقول اسمها ممكن بتسمعني، قلت لها ياسين عايز اقول لك حاجه كده، غمض عينيك وتخيل انك شايفه بابا قدامك، وقولي له يا بابا انا بغفر لك، يا بابا انا من قلبي بغفر لك. وابتدت تقول الكلمات دي، ابتدت تبكي، وراحت قامت وقالت لي انا عايز اتعرف على المسيح اللي يقدر يدي قوه علشان الناس تقدر تغفر. الأخت منال سمير كانت موجودة في المؤتمر ده. أنا عايزك النهاردة تتخيل هذا المشهد، اتأذيت من حد، خد معايا دقيقتين بس، غمض عينيك وقول يا رب اللي أذاني ده أنا بغفر له يا رب، والشخص ده لو أنا هقابله بعد ما أطلع أو أديله تليفون هقول له أنا بغفر. يمكن بسبب عدم غفرانك الشخص ده عايش في مشكلة، أو مش قادر يجي الكنيسة، أو مش عارف يصلي زي ما أنت تماما مش عارف تصلي. قول يا رب أنا من قلبي بغفر النهاردة يا رب، قولها بقلبك، قول يا رب اديني قوة يا يسوع المسيح ابن الله، اديني قوة أغفر النهاردة يا رب، اديني قوة أغفر النهاردة يا رب في اسم ربنا يسوع المسيح، آمين. فضلوا. هقول لكم البركة التانية وخلاص هنصلي بعد كده وناخد وقت نصلي لأن ده آخر يوم مهم في المؤتمر. في إنجيل مرقس أصحاح
25 هكلم شوية من المؤمنين لمدة دقيقتين ثلاثة. مؤمنين هقول لكم بالضبط خمس ست حاجات. الرب يسوع قال الكلام ده، قال ايه؟ مرقس 11:25، انجيل مرقس 11:25 بيقول ايه؟ ومتى وقفتم تصلون؟ اسمعوني بقى، ده كلام خطير قوي قوي قوي. ومتى وقفتم تصلون فاغفروا، ان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلاتكم. اسمعوني يا مؤمنين، قال متى وقفتم تصلون فاغفروا. بركه من بركات الغفران ان ربنا يسمع صلاتي. هقول تاني، بركه من بركات الغفران ان ربنا يسمع وعظي. بركه من بركات الغفران ان ربنا يسمع ترنيمي. تخيلوا انا واقف مش بغفر وعمال اقول يا ابانا نشكرك، يقول لي عم ابانا منين؟ ما تقعد ساكت. ابانا مين يا عم؟ ابانا مين وانت عايش بتكره جواك؟ ابانا مين؟ ابانا مين؟ ابانا مين وانا واقف اوعظ ومش قادر اغفر؟ ابانا مين؟ ابانا مين وانا جوايا حقد وضغينه تجاه حد وانا واقف ارنم؟ ابانا مين؟ ومتى وقفتم تصلون فاغفروا، فاغفروا. ربنا عايز يدينا تنقيه، ربنا عايز يسمع صلاتنا. احبائي ده ما قلتوش انا، ده قاله الرب يسوع لكل المجد. حبائي الكلام ده قاله الرب يسوع، ما قالوش القسيس رائف ولا قسيس من خدام الرب الافاضل، لا، ولا منال قالته، لا 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 لا، ده اللي قاله الرب يسوع، قال ومتى وقفتم تصلون فاغفروا، لان لهم دول لم تغفروا لن يغفر لكم ابوكم السماوي زلاتكم. يعني انا وانا واقف بصلي بقول يا رب ليه الصلاه مش طالعه لحد فوق راسي؟ ليه؟ طب ما تسال نفسك ليه. طب ليه الحيطان مش مطلع الصلاه عماله ينزل يخبط في دماغي؟ طب ليه؟ طب ما تسال نفسك ليه. ما تسالي نفسك ليه. مؤمنين، تعرفوا ليه الدنيا ناشفه؟ تعرفوا ليه ما فيش بركه احيانا؟ تعرفوا ليه الارض مش لينه؟ عشان احنا مش عارفين نغفر. ترست مي، تحركها شمال تحركها يمين تطلعها فوق تنزلها تحت تلفها ما تلفهاش. الرب اللي قال ومتى وقفتم، قولها معايا، ومتى وقفتم تصلون فاعملوا ايه؟ ما دام وقفت تصلي اغفر. يعني ايه؟ يعني خلي قلبك بينك وبين ربنا في نقاء ونظافه. يعني وانت واقف بتصلي افتكر واحد من الناس اللي أزوك زمان، من القادة، من الحكام، من المؤمنين، من الإخوة، من أي حد، من أي حد. قول يا رب أنا مش ممكن أخلي ده جواي، يا رب، يا رب أنا هقدم غفران. خلي بالكم، غفران لشخص أذاني مش محتاج صلاة. هقول تاني، غفران إن أنا أذيت واحد مش محتاج صلاة، ده محتاج خطوة، محتاج ان انا اروح للي اذاني، اروح له خطوه، او اروح اقول له انت ضايقتني انا وهو وحدكما، وحدينا يعني، او ان انا اقول له انا غلطت فيك، وانا يا اخويا انا بقول لك سامحني، وانا يا اختي بقول لك سامحيني. ليه بقى؟ لان ربنا مش بيسمع صلاتي، انا مش عارف اصلي، ربنا مش سامع، الدنيا بقت كلها ناشفه، مفيش بركات جاية على البيت، مفيش بركات جاية على الولاد، مفيش بركات جاية على الكنيسة. تعرف ليه؟ لأن أنا مش قادر أغفر، في الدنيا واقفة. دي هي مش 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 يعني الأشغال ضاعت، لا، مش مفيش يعني دخل، لا، مش يعني أن أنا خادم مش شاطر، لا، مش قادر أغفر. ومتى وقفتم تصلون فاغفروا. بركة من البركات اللي بنتمتع بيها ان الله يعمل ايه؟ يسمع صلاتنا. معايا مؤمنين؟ يعمل ايه ربنا؟
يسمع صلاتنا، ربنا يسمع صلاتنا لما نغفر. هقول حاجة تانية وهاخد بالظبط 3 دقايق نصلي عشان يكون عندنا وقت ناخد نصلى في الآخر ونصلي من أجل حاجات مهمة. خلينا أقول البركة الثالثة بسرعة. البركة الثالثة موجودة في أفس 4 عدد 30-32. البركة الثالثة قال إيه؟ عدد 30: ولا تحزنوا روح الله القدس. اسمعوني يا مؤمنين، أنا قلت لكم اربطوا الأحزمة وأنا زيكم ربطت الأحزمة. هقول لك اختبار حصل معايا أنا قعد 8 سنين، هقوله دلوقتي. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. إيه حكاية حزن الروح القدس دي؟ قال لك ليرفع من بينكم، شكرا، ليرفع من بينكم كل مرارة، سخط، غضب، صياح، تجديف مع كل خبز. وبعدين قال وكونوا لطفاء كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله ايضا في المسيح. هقول لكم قبل ما اقف قدام ان احنا بنحزن روح القدس، سنه 92 حصل معايا مشكله مع واحد من القاده، بحبه جدا جدا من كل قلبي، حي الرب، بحبه جدا، بس هو اتضايق مني شويه وانا ما اعرفش اتضايق مني ليه، بامانه ما اعرفش اتضايق مني ليه. وبعدين اتكلمنا مع بعض وهو قرص شويه كده في الكلام، فانا اتضايقت وانا غضبت جوايا. وبعدين قلت له الحقيقه انا مش هقدر اكمل كلام معاك لاني انا ما احبش حد يقول تجريح، فكله هيتحسب عليك وانا هتضايق اكتر، فانا قفلت. تمام. سنه 92، سنه 94 بعيد عنكم جاله هارد اتاك. احنا ما كناش اتكلمنا مع بعض لمده سنتين، قامه روحيه كبيره يعني. فانا قلت جوايا، قلت خلاص يا رب انا غفرت له يعني، اتس اوفر يعني، انا بجد بحبه وكنت فعلا بحبه بس انا ما كلمتوش. فلما حصل هارد اتاك اتصلت بيه بالتليفون، كان موجود في امريكا، فبقول له اتصلت بيه عشان اكلمه يعني، فعلى ان انا اقول له يعني سلامتك وانا بحبك وحاجه زي كده. لقيته في المستشفى، فكلمت الضيف اللي عنده اللي هو مستضيف يعني، فقلت له انا يعني اقول له ان انا بحبه جدا ومفيش حاجه، بس ما قلتلوش هو. سنة 2000 كنت موجود في كنيسة الشرابية، كنت بتكلم مع الغفران، أنا بحب أتكلم مع الغفران، تعرفوا ليه؟ عشان أبقى قدام المسؤولية قدامه قدام الله عشان أغفر على طول. فأنا بتكلم مع الغفران وبعدين لقيت الروح القدس راح خبطني خبطة في قلبي، وجعني قوي. وأنا بتكلم مع الناس إزاي تغفر، ولقيت ربنا بيقول لي طب أنت غفرت؟ قلت له اه. قال لي كلمته؟ قلت له لا. قال لي طب رحت له؟ قلت له لا. بس انت بتحبه؟ قلت له اه. قال لي بس انت ما بينتش محبتك انك رحت له. قلت له طب وبعدين اكمل الوعظه؟ ارحمني، ارحمنا، كمل وعظتي. كملت الوعظه ونزلت وطلعت من الكنيسه، رحت طالب رقمه، قلت له الو، ما لقيتوش. قلت بعدين يا رب، سبت له رساله، قلت له انا بحبك قوي قوي قوي، وانا لو يعني كنت متضايق من امور انت عملتها، بس انا بجد بحبك، خلاص انا من قلبي بحبك، ولو عندك وقت كلمني. بعدها ب10 دقايق راح طلبني، قال لي ده انت حبيبي. قلت له جميل قوي 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 قوي. فقلت له بجد انا بعتذر ان انا قعدت 8 سنين، 8 سنين بس كان لازم اغفر. تعرفوا ليه؟ لان متى وقفتم تصلون فاغفروا. لا تحزنوا الروح القدس. اسمعوا بقى، يعني ايه تحزنوا الروح القدس؟ ايه عمل الروح القدس في حياتنا؟ ايه عمل الروح القدس معانا الاسس اللي هم يعني يكش ما يقفش ودلوقتي يعمل لنا حدوته بقى؟ اسيس طارق حبيب قلبي، الروح القدس يعمل ايه بقى؟ الروح القدس هو مصدر القوه، مظبوط، مصدر القوه في الكنيسه، مصدر القوه في حياتنا كافراد. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان انا خادم للرب، انا شخص مسؤول في الكنيسه، وانا مش قادر اغفر جوايا، هات الحته اللي بعدها على طول. ولا تحزنوا روح ليرفع من بينكم كل مراره وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبز. انا جوايا غضب قدامي، جوايا صياح، جوايا تجديف، جوايا، بس طبعا ايه حاجه كده متداريه يعني متضايق من فلانه مش قادر احتملها، متضايق من فلان ده مش قادر احتمله. فيحصل حاجه، مشكله تحصل جوانا اسمها ان الروح القدس يعمل ايه؟
يحزن فبفقد القوة والفرح بتاع الروح القدس، فأنا لا عارف أتنطط وافرح ولا عارف أوعظ وافرح، والمسحة ضاعت من عليا والدنيا كلها ضايعة. ليه بقى؟ لأني حزنت الروح القدس جواي، فضاع مصدر القوة في حياتي. يقول لك برنم مش بتعزى، فكر. ولما بوعظ بقول كلام محفوظ، فكر. ولما باجي بصلي انا مش عارف، يعني مش عارف، مفيش كلام طالع، فكر. ولما بقرا الكتاب كاني بقرا كتاب نحو ولا كتاب نصوص ولا كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا، مفيش حاجه بتعزيني، فكر. تعرف ليه؟ لان الروح القدس ايه؟ الروح القدس ايه؟ اوعى تفكروا ان احنا يعني مختلفين عن الكنيسه الاولى، لا 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 لا، احنا كنا زيها بالظبط واحنا دلوقتي زيها بالظبط. لما الجماعه اجتمعوا عشان يصلوا، بطرس كان عمل ايه يا قسيس؟ كان تابعه منين؟ من بعيد. وبطرس قبلها كان عمل ايه؟ نكروا. وبطرس بعدها راح عمل ايه؟ راح يتصيد. تلميذي عمواس عملوا ايه؟ سابوا الدنيا كلها ومشوا. معايا؟ توما لما قالوا له ده قام كان ايه؟ قال لهم انا مش مصدق، ازاي قام يعني؟ ده لازم احط ايد. فالكنيسه الاولى كانوا زي حالاتنا كده، بس لما قعدوا يصلوا، لما قعدوا يصلوا وابتدى القلب يتملي بحضور الروح القدس، وابتدى سكيب الروح القدس يجي على الجماعه، كل الاختلافات دابت، وكل العيوب اختفت، وكل المشاكل راحت، ووقفوا يتكلموا بكل انطلاقة، لأنهم لم يحزنوا الروح القدس. معايا مؤمنين؟ معايا؟ طيب هنعمل حاجة دلوقتي. أنا خلصت وعظ، أنا هطلب منكم أول طلب هطلبه إنك تفكر. تعالوا نقف مع بعض، خلص أنا خلصت عشان هنختم الاجتماع بعد شوية. أول حاجة، وأنا هطلب من أختي منال تيجي دلوقتي على المنبر مع الفريق. أول حاجة هطلبها منك انه القلب اللي شويه دخل فيه حبه قساوه وسببت حاجز وعازل بيني وبين حبايبي، هذا القلب ربنا عايز يلينه النهارده. اوعى تفكر عدم غفرانك هو يعني حاجه جميله فيك، لان انت كرامتك ما بتتهزش ما بتتحنيش يعني. لا 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 لا، الغفران حاجه مختلفه تماما. الغفران حياة اتضاع وانكسار قدام الله. مين يساعدني على الغفران؟ خلينا أقول دي عشان بعد كده هنعمل ثلاث حاجات نصلي من أجلهم. يساعدني فيها الكلام المكتوب الموجود في أفسس 3. هقرأ معاكم ثلاث حاجات قلتهم من شوية بس أقولهم تاني. في أفسس 3 الرب بيقول إيه؟ لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة في روحه في الإنسان الباطن. مين يقدر يساعدني أغفر؟ قوة روح الله، الروح القدس. الروح القدس يديني قوة، يقول لي ايه؟ ولا تبص على نفسك، ولا تفكر ان انت كرامتك اتهزت، ولا تفكر ان انت كرامتك اتهزت ابدا. الروح القدس يديني دعامة، يبقى فرحان جوايا، متهلل جوايا، ويديني دفعة، واروح اقول لاخويا انا اخطأت، او انت غلطت فيا وانا بغفر. معايا؟ قوة بروحي في الانسان الباطن. ليه بقى في الانسان الباطن؟ لانه في عبرانيين 12 قال ايه؟ لألا يطلع اصل مرارة. طب الأصل تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ الأصل تحت الأرض، فمستخبي مش باين، تصرفاتي أنا بتعبر عن المرارة بس هو تحت. فالروح القدس يدخل على اللي تحت، يعمل إيه؟ في الإنسان الباطن، يروح داخل جوه يخترق المرارة، يدخل جوه المرارة ويكسرها، ويبتدي يديني قوة غفران. ده أول حاجة قاله. بعد كده قال إيه؟ قال مش بس قوة روح في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان فين؟ في قلوبكم. جوه ولا بره؟ جوه. الإيمان هو إيه الإيمان؟ الإيمان ضد العيان. يعني العيان يقول لك كرامتك، العيان يقول لك تستاهل، لكن الإيمان يقول لك إيه؟ ولا تبص على تحت، خلي عينك فوق. يا عم أنت كرامتك فوق مش كرامتك تحت. لو فلان غلط فيك ولا يهمك، انت عينيك فوق. ليحل المسيح بالايمان في قلوبك. ثالث حاجه قال ايه؟ اتكلم عنها جناب الاسيس امبارح، وانتم متاصلون ومتاسسون في المحبه. متاصلون تحت ولا فوق؟ تحت. والاساس بيبقى فين؟
تحت، فالمحبة تدخل من تحت بقى، تروح داخلة على هذا العمق المليان بالمرارة ويخليني أحب من قلبي، لأن المسيح وقف على الصليب وهو بيحب قوي 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 وقال يا أبتاه يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون. هو ده حب المسيح. أمين. وإحنا بنوقفين دلوقتي، أول حاجة نفسي أصلي من أجلها إن إحنا هنصلي من أجل بلادنا، هنصلي من أجل بلادنا، هنصلي من أجل العراق، وهنصلي من أجل سوريا، وهنصلي كل تحدي داعشي بيأذي أولاد الله، وهنصلي إن ربنا يكسر شوكة إبليس. إحنا مش هنطلب مرارة ولا انتقام، إحنا هنطلب الناس دي زي ما الرب غير واحد داعشي زمان كان اسمه شاول الطرسوسي، كان داعشي، شاول الطرسوسي كان داعشي، كان بينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، لكن لما الرب قابله كده وواجهه بالنعمة وخبطه من على الحصان وقعه وخعماه وقال له اسمع أنت تضطهدني، فالرب غير حياته. نصلي ربنا يغير حياة الناس اللي بيأذوا أولاد الله. احنا الكنيسة لا نطلب نقمة، احبوا اعدائكم، باركوا لعن، صلوا لاجل الذين يسيئون. انا عارف يمكن الكلام ده مش عاجبك شوي، لكن صلي ربنا يغير الناس دي بدل ما هم نقمة يبقوا بركة. هنصلي من اجل بلادنا، هنصلي من اجل مصر، هنصلي من اجل الظروف الحادثة في مصر، هنصلي من اجل الضيق الموجود في مصر. امين. تعالوا هناخد دقايق نصلي مع بعض، تعالوا نصلي مع بعض، يلا هناخد دقيقتين. حط قلبك وصلي وقول له يا رب انا بصلي، لولو رنمي معانا مع المجموعه. انت عايز المايك؟ طيب تعالوا نسمع الكلمات دي واحنا بنصلي. انا معايا دقيقتين بالظبط، باقيين دقيقتين عشان في حاجه مهمه عايز اعملها دلوقتي. تعال ارفع ايدك وقول له يا رب انا بصلي من اجل سوريا يا رب، يا رب بصلي من اجل دي الموجودين في اخواتي في سوريا يا رب، يا رب انا بصلي لاجل تحرير وعتق اولادي في سوريا يا رب، ولادك في سوريا يا رب، يا رب انا بصلي من اجل العراق واخواتي المتالمين في الموصل وفي الاماكن اللي العدو دخل عليها يا رب، يا رب انا بصلي تغير قلوب الناس دي، يا رب بصلي من اجل المصريين اللي بيعانوا في سيناء والتفجيرات الموجوده في كل مكان، يا رب ادي حمايه لاولادك يا رب، وادي تغيير الناس التعبانه دي يا رب، في اسم الرب يسوع انا بصلي من اجلهم. يا رب انا بصلي النهارده تملانا بهذا الروح يا رب، عندما تقفون لتصلوا اغفروا. يا رب احنا بنغفر النهارده، بنغفر حتى لو تأذينا، بنغفر حتى لو تألمنا، علشان الناس دي تتغير يا رب وترجع ليك في اسم الرب يسوع. هاليلويا 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 هاليلويا. انا بعد كلمة غفراني اسم يسوع.
امين يا رب امين. نفسي اطلب من شعب الله حاجه، خدام الرب الافاضل دول بيشيلوا شيله كبيره، بيحملوا اثقالنا، بيتعبوا علشاننا. نفسي نقدم بركه لخدام الرب. خدام الرب الافاضل ممكن تيجوا عشان شعب الله يصلي من اجلكم. تعالوا قدام، تعالوا قدام، تعالوا. الرب عايزين نبارك خدامنا، عايزين نكون بنقدم كلمه رقيقه جميله مباركه لخدامنا، عايزين نكون ايدين مفتوحه لخدامنا. انا ببارك الرب من اجل الخدام الافاضل اللي في سيدني، خدام الرب المباركين الحلوين، وجه الشعب يا جناب القسيس، وجه الشعب. تعالوا نوجه خدام الافاضل دول، نجاح هذا العمل بسبب الناس دي، بركه حياتك بسبب الناس دي، الرعايه اللي انت بتاخدها بسبب الناس دي، الوقفه الجميله اللي بيقفها معاك كل راعي وكل خادم وقت ضيقك وظروفك الصعبه. تعال دكتور رامز معنا، تعال تعال. امين. تعالوا نفسي كده هنرفع ايدينا ونطلب بركه لخدام الرب. ارفع ايدك واطلب بركه. تعالوا تعالوا كلنا، تعال يا اخت نجوى، تعالوا كل خدام الرب. لو في خدام موجودين وسطينا، تخلوا نركز لاجل الخدام الرعاه اللي استؤمنوا على 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 شعب الله، استؤمنوا على كنايسنا، استؤمنوا ان هم يشيلوا الشيله. مرات كتير قوي مش بنعرف نقول لهم كلمه شكرا، مرات كتير مش بنعرف نقدم ليهم بركه، مرات كتير بنقول دايما انتقاد وتجريح ليهم، مرات كتير مش قادرين نقول لهم احنا بنبارككم، مرات كتير احنا قاعدين بس نحسب لهم بالمسطره وبالقلم، ده عمل وده عمل وده ودى وده راح. تعال النهارده بص على على الحب والقلب اللي فيهم والعنايه اللي بيعتنوا بيها بشعب الله. تعالوا نرفع ايدينا ونؤمر ببركه عليهم كل شعب الله. تعالوا هنصلي كلنا ونؤمر ببركه كل خدام الرب الافاضل موجودين دول، بيحبوا الرب والاخت لولو انكلودد، وكل الشباب والشابات اللي واقفين خدام الرب الافاضل الحلوين اللي بيرنموا. تعال نقدم ليهم بركه النهارده يا رب. احنا بنبارك خدامك في سيدني يا رب، احنا بنبارك ولادك الافاضل المباركين الحلوين اللي فتحوا قلوبهم لهذه الخدمه، اللي فتحوا قلوبهم علشان يدوا قدر الطاقة وفوق الطاقة يا رب، اللي أدوا بفرح، اللي أدوا بحب، اللي تركوا اجتماعاتهم عشان يكونوا موجودين هنا، يكونوا سبب بركة لشعب الله في سيدني. يا رب أنا ببارك كل واحد فيهم يا رب. يا رب أنا مش مع شعبك بباركهم، أنا مع شعبك بقول يا رب اديهم مسحة منك، قوة منك، استخدام منك، املأ قلوبهم يا رب بهذا الفيض العظيم اللي بتديه لخدامك الأفاضل اللي أنت أكرمتهم عشان يرعوا رعية الله بأمانة. يا رب خلينا دايما نقول لهم كلمة إيجابية يا رب، خلينا دايما نقول لهم كلمة تشجيع يا رب، خلينا دايما نقول لهم ان احنا بنحبكم من القلب يا رب، خلينا نقول لهم دايما انتوا غاليين في عينينا يا رب، مش بس ان هم اللي يدوا، خلينا احنا ندي يا رب، خلينا ندي ليهم بفرح، خلينا ندي ليهم بحب، خلينا ندي ليهم بتقدير، خلينا نقول لهم انتوا غاليين في عينينا يا رب. هم بشر لكن بيعلنوا مجدك، فخلينا نقدر ضعفهم يا رب، خلينا نقدر قد ايه هم مش ملائكه يا رب، دول محتاجين سنده مننا يا رب. يا رب في اسمك المعبود بصلي حمايه وبركه على حياتهم، مع كل شعب سيدني، مع كل الموجودين في التي في بيشوفونا. احنا بنمد ايدين بركه على خدامك في سيدني يا رب، بنقدم ايدين بركه على خدامك في سيدني في اسم الرب يسوع. هللويا هللويا. شكرا لله الذي يقول.